انطلاق عملية الحرث والبذر في المنطقة الحدودية، منطقة بن قشة المعروفة بزراعة الحبوب كقطب متخصص. تم الوقوف اليوم على توفير المدخلات الزراعية من بذور وأسمدة حسب توصية السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية. المكسب اليوم كما طلعنا صباحا هو مركز جديد لتعاونية الحبوب والبقول الجافة، مجهز بكامل اللوازم. كذلك اليوم في نفس هذه المنطقة إشارة الانطلاق من طرف السيد والي الولاية لمركز كذلك لتخزين الحبوب من ضمن 11 مركز استفادت منه الولاية.